تهانينا وناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا الصباح وفي هذه الاندفاعات الجميلة والشعارات الممتازة التي تزين هذا الميدان. المشاركة في ختام الختاميات هنا على ميدان الوثبة في شوطنا الرابع عشر، ليتقدم مباشرة مع اللي وصلت هنا في صدارة هذا الشوط، مياسة سعود بن سعيد بن سالم الفهيدة المري، من يقدم لنا مياسة المركز الثاني الوصول والتحرك. وصلت العفريت حمد بن معيوب بن محمد العامري المركز الثالث، حراق نواه بن هادي بن حمد البريدي المري المركز الرابع، ليتقدم فيه في هذه اللحظات الجميلة والانطلاق المثير. شعار بن عمان من يتقدم مع هذه النوعية الجميلة والرائعة، سالم بن سعيد بن عمان المهيري المركز الخامس اللي يتقدم هنا في هذه الانطلاق الجميل والتحدي المثير. الوصول من العاصمة سهيل بن سعيد بالقطري الخيالي من يتقدم في هذا الاندفاع الرائع. الوصول والتحرك أيضا، الوصول من الهبيبة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي والقدوم أيضا، والوصول والتحرك أيضا الرائع. شوف اللي تحركت في هذه اللحظات، وصلت دمعة بخيت بن عبيد بن محمد بن مقرن العامري، والقدوم أيضا على ثامن المراكز في هذا التحدي الجميل والانطلاق أيضا الرائع. وصلت هناك اللي تقدمت في هذا الانطلاق أيضا الجميل والتحدي أيضا المثير. الوصول والانطلاق اللي وصلت فيه المسك إبراهيم سعيد بسلطان الغفيلي والمركز التاسع اللي قدمت في هذه اللحظات. الوصول والتحرك أيضا الرائع، والقدوم من جود عيد بن محمد بن أحمد المزروعي عاشر المراكز. هناك مراهيف حمد بن علي بن سال بن سلامة الهاجري مع العاشر المراكز الأولى، ولكن ما بعد العشر، ما بعد العشر أسماء أسماء ممتازة في هذا الانطلاق الجميل. أعود مع الصدارة، أعود مع الانطلاق، أعود. الضبية من انطلقت، الضبية من انطلقت، سالم بن سعيد بن عمان المهيري من يقدم لنا الضبية في هذا الانطلاق الجميل. الوصول والتحرك أيضا الجميل اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت هناك اللي تقدمت مراهيف حمد بن علي بن سلامة الهاجري من قدم مراهيف المركز الثالث. الوصول والتحرك، الوصول والتحرك. وصلت هنا جواهر محمد بن عبد الرحمن بن علي الهواني من يتقدم في هذا الانطلاق الجميل والاندفاع أيضا الرائع. الوصول هناك، وصل الواصلون، وصل الواصلون. رفحة وصلت فيصل بن متعب بن بدر بن شريم الشمري من يقدم لنا، من يقدم لنا رفحة اللي قادمة. وصل البريدي اللي واصل في هذا الانطلاق الجميل، وصل الحوت في هذا الانطلاق الرائع. حراقة وصلت نواب بن هادي بن حمد البريدي، تحرك المتحركون، وصل الواصلون. ولكن وين الضبية؟ وين الانطلاق؟ وين رفة الاعلام مع خل 500 متر الاخيرة؟ سالم بن سعيد بن عمان المهيري من يقدم لنا الضبية، ولكن مراهيف حمد بن علي بن سلام الهاجري. شوف اللي قادم الجانب الاخر، وصلت في هذه اللحظات. الوصول من حراقة، وصلت حراقة نواب بن هادي بن حمد البريدي المر
البري من يقدم لنا هناك حراقة الضبية 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 سالم بن سعيد بن عمان بن عمان المهيري من يقدم لنا الضبية في هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله وتبارك الرحمن. سلام بو سعيد سلام سلام منازف سلام على هذا الأداء الجميل والرائع من قدم الضبية. المركز الثاني وصلت في حراقة نواب بن هادي بن حمد البريدي المري. المركز الثالث المركز الثالث وصلت المركز الثاني حراقة نواف بن هادي بن حمد البريدي المري. المركز الثالث اللي تقدمت فيه وصلت هناك انسجام حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية. المركز الرابع اللي وصلت أيضا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي أيضا المثير وصلت جواهر محمد بن عبد الرحمن بن علي الهواني. المركز الخامس اللي تقدمت فيه ووصلت فيه أيضا في هذا الأداء الجميل والتحدي أيضا المثير محنة علي بن سعيد بن سالم الزرعي من قدم لنا محنة مع هذه الأسماء الجميلة والتحدي أيضا المثير. لحظات وصول الضبية إلى خط النهاية 5:51 ثلاثة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس للضبية سالم بن سعيد بن عمان المهيري من قدم لنا الضبية. المركز الثاني اللي وصلت أيضا في 5:51:09 أيضا ثانية هناك اللي وصلت في حراقة نواف بن هادي بن حمد بريدي المري. المركز الثالث أيضا مع التوقيت الزمني 5:52:59 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذه الانطلاق الجميل من وصلت أيضا فيه انسجام حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.